حليم وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في برنامجكم ترنيم وعود. حلقتنا لليوم رح نرنم فيها ترنيمة اسمها يا سيد الحبيب وخالقي العجيب. ابتدت معي هالترنيمة في تأمل أمام صليب ربي ومخلصي يسوع المسيح، وما عمل عشاني وعشان كل واحد فينا، ومدى محبة هذا الإله العظيم. فحبيت أغني له وحبيت أنشد له أنشودة محبة شكر وعرفان. قالوا يا سيد الحبيب وخالقي العجيب، يا من فديتني بالموت على الصليب، ما أجملك. طبعا إذا بتسمعني والمفاهيم صعبة عليك، حاشا أن يموت الله، لكن كلمة المتجسد يسوع المسيح رب المجد له كل المجد، ذاق الموت، صلب ومات ودفن، لكنه قام وحي وسيبقى حي. فأنا بمجده وبشكره في هالترنيمة وبسبح اسمه العظيم، وبصلي وضم صوتك لصوتي، يقول له يا رب، يا من فديتني هذا الفداء من فضلك، اجعلني أعيش بمفاهيم هذا الفداء، محبة تضحية ومجد منتظر إذا أنا عرفت فعلا بصدق أعيش المسيح في حياتي. ساعدني يا رب، وساعد كل إخواني وإخواتي المشاهدين والمشاهدات اليوم. إحنا منصلي مع بعض بقلب واحد أنه يا يسوع المسيح ساعدنا نعيش يسوع. يا سيدي الحبيب علمني أن أحبك، وعلمني أن أحب أخي، لأنك أنت الله محبة، علمني أن أحب. يا سيدي الحبيب وخالقي العجيب، تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. اقبلني في حماك
ارحمني في رضاك، فليس لي سواك، أدعوك تستجيب، اقبلني في حماك، ارحمني في رضاك، فليس لي سواك، أدعوك تستجيب يا سيد الحبيب، يا سيد الحبيب، يا سيد الحبيب. الأكوان وصاحب سلطان، يا مبدع الأكوان وصاحب سلطان، يا من صرت إنسان لتكون منا قريب، لتكون منا قريب. منحتنا رجاء في قمة العطاء، كي معك في السماء يبقى لنا نصيب. منحتنا رجاء في قمة العطاء، كي معك في السماء يبقى لنا نصيب. يا سيد الحبيب، يا سيد الحبيب، يا سيد الحبيب. يا مصدر السرور ربي يا غفور، يا من في عتمتي تكون لي النور، تكون لي النور. احفظني في حماك، ارحمني في هداك، فليس لي سواك، أدعوك تستجيب، اعطني أن أراك، اهدني في هداك، فوحدك لا سواك، ليس لك منيب، اعطني أن أراك، اهدني في هداك، فوحدك لا سواك، ليس لك منيب، يا
سيد الحبيب، يا سيد الحبيب، يا سيد الحبيب، يا سيد الحبيب. ترنيمة وعود زي ما لاحظتوا يا سيد الحبيب مكتوبة على مقام نهوان دري، اللي هو دي ماينر من درجة الري أو من درجة الدي. كان مرة المقام ويا سيد الحبيب تسجلت بصوت مرنمة من تونس، بوجه لها تحية صوفيا التونسية. صوت جميل ورائع، ولو سمعتوا الترنيمة بصوتها رح تشوفوا أسلوب تعبيري تاني كمان، عرب جميلة بالصوت. وزي ما بقول دايما إنه نخضع كل شيء لمجد الله. بتقول ليش بتقول عرب في الترنيم، وليش تطريب، وليش جمل موسيقية؟ طبعا جيب كل شيء، كل إمكانياتك، واخضعها عند قدمين السيد ومجد فيها اسمه القدوس، لأنه كله منه أصلا. إحنا شفنا الانبهار في العالم بإمكانيات موسيقية عالية ورائعة، في أصوات وعزف وإلى آخره، لكن الانبهار الحقيقي لما تعرف شخص الرب يسوع المسيح، وكم عمل وكم يعمل وكم سيعمل في حياتنا. والأعظم من هيك إنه كل شيء بتشوفه بهالدنيا هو منه، الفضل يرجع ليه. الله الوحيد الذي لا شريك له، هو معطي الكل، هو خالق الأكوان زي ما قلنا بالترنيمة، وصاحب السلطان. بصلي سود على حياتكم ويدوم فيكم دايما سلام، وأنا بترككم مع تقسيمي على هالمقام، وبشوفكم الحلقة الجاي. سلام المسيح. Thank you.